أنا أولاً من نبعث تحية لأخوانا وأخواتنا في داخل السجون، ونقول لهم إحنا معكم دائماً وأبداً، ولن ننساكم لحظة واحدة، لأنكم أنتم القلب الذي ينبض في عروقنا، وأنتم الشرف للشعب الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني هو أنتم، وإحنا لا يمكن ولا لحظة من اللحظات إلا معكم، وأنتم لن معنا. فاحنا بنقول لهم انه لا يهتموا ولا يحسبوا اي حساب للحياه، انه انتم موقعكم هو الشرف، مش خارج بالسجن بس الشرف، هم الشرف بحد ذاته، ناخذ منهم الشرف وناخذ منهم المحبه والاخلاص والعطاء لشعبنا الفلسطيني. وانا بقول لسلطتنا ولكل القوى السياسية والتنظيمات الحزبية أن يبتعدوا عن كل هذه التناقضات اللي هم كل يوم وهم طالعين فن جديد، واجب يحطوا كل ثقلهم إلى دعم الأسرى وإخراج الأسرى من داخل السجون، لأنه أهم شيء في الحياة الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني.